بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم هو توجيهي تربوي، عنوانه هو انطلاق التوجيه التربوي بالنسبة لتلاميذ وتلميذات الثالثة إعدادي والجذوع المشتركة والسنة أولى بكالوريا. إذن سنتعرف على كل ما يهم التوجيه التربوي بالنسبة لتلاميذ الثالثة إعدادي، الجذوع المشتركة والسنة الأولى بكالوريا. بقوا معي. إذن كما كتشوفوا، هذا بلاغ إخباري صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ اليوم 20 من ماي 2020. إذن تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أن خدمة التوجيه المدرسي والمهني بالتعليم الثانوي برسم الموسم الدراسي الحالي 2019-2020 لفائدة تلميذات الثالثة إعدادي والجذوع المشتركة والسنة الأولى بكالوريا قد انطلقت حصريا عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي. إذن الوزارة كتعلن عن انطلاق التوجيه المدرسي والمهني بالتعليم الثانوي برسم الموسم الدراسي الحالي 2019-2020، يعني التلاميذ اللي غادي يتوجهوا هما الثالثة إعدادي باش يختاروا واش علوم ولا آداب إلى غير ذلك، الناس ديال جذوع مشتركة باش يختاروا علوم تجريبية علوم رياضية إلى غير ذلك من المسالك، والناس كذلك ديال الأولى بكالوريا اللي غادي يختاروا مثلا في العلوم التجريبية واش سيونس فيزيك ولا اس في تي. إذا الوزارة كتعلن على انطلاق ديال هذا التوجيه المدرسي، غادي نتعرفوا بالتفصيل على كل هذه الأمور مشروحة بالتدقيق. بقاو معايا. إذا انطلاق خدمة التوجيه المدرسي والمهني بالتعليم الثانوي برسم الموسم الدراسي الحالي 2019-2020 لفائدة تلميذات وتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي وسلك الجذوع المشتركة والسنة الأولى من سلك البكالوريا. إذا قلت لكم بأنه هذا التوجيه المدرسي والمهني كيخص ثلاثة ديال الفئات، الناس ديال الثالثة إعدادي، الناس ديال الجذوع المشتركة، والناس ديال الأولى باك. وخلال الفترة الممتدة من 6 ل 19 يونيو 2020، يعني التوجيه المدرسي غادي يكون في الفترة ما بين 6 و 19 يونيو، 6 و 19 شهر 6، وذلك من خلال الولوج إلى فضاء المتمدرس عبر الرابط التالي. هذا الرابط هذا غادي نخليه لكم في الوصف ديال الفيديو. إذن التسجيل سيتم باستخدام حساب مسار الخاص بهم، يعني الخاص بالتلاميذ والتلميذات، وكلمات المرور الممنوحة لهم من طرف مؤسساتهم التعليمية، يعني غادي يستعملوا الحساب ديالهم في مسار والكود اللي عطاتهم الإدارة. مفهوم؟ إذن قلنا بأنه هذا التوجيه المدرسي غادي يبدأ من 6 ل 19 شهر 6. فين غادي يكون؟ غادي يكون عبر منظومة مسار، يعني ما غاديش يتم بتعبئة الاستمارة ودوزها للإدارة، نو غادي يتم فقط باستعمال حساب مسار وكلمة المرور الممنوحة من طرف المؤسسات التعليمية. وسيتم إجراء عملية الانتقاء الأولي الخاصة بالجذوع المشتركة وشعب السنة الأولى ومسالك السنة الثانية من سلك البكالوريا ما بين 9 و 11 يوليو 2020، يعني هذه العملية ديال الانتقاء ديال التوجيه غادي تتم ما بين 9 و 11 يوليو، يعني ما بين 9 و 11 شهر 7. إذن على أن يتم الحسم النهائي في اختيارات التلميذات والتلاميذ من طرف مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه، يعني غادي تتم واحد الاجتماعات ديال مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه قصد الحسم النهائي في اختيارات التلميذات والتلاميذ، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ل 18 يوليو 2020، يعني من 14 ل 18 شهر 7 2020. إذن هذا الشيء اللي كيتعلق بالتوجيه. قلنا بالنسبة للتوجيه المدرسي والمهني غادي يبدأ التسجيل عبر مسار باستعمال كلمة المرور الممنوحة من طرف المؤسسات التعليمية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و 19 يونيو، ما بين 6 و 19 شهر 6 غادي تبداو تعمروا توجيه فين؟ مسار. نصيحة في إطار عملية التوجيه المدرسي والمهني. إذن كنصيحة اللي يمكن لي نعطيها لكم هو أنه كنصحكم بأنكم في التوجيه تعتمدوا على الميولات ديالكم، ما تمشيوش بالرغبات ديال والديكم. مثلا باباك كيقول لك دير علوم انت غدير علوم، أو باباك كيقول لك دير أدب انت غدير أدب، نو
غتمشي على حسب الميولات ديالك، كتفهم في المواد العلمية مشي للتوجه العلمي، كتفهم مزيان في المواد الأدبية مشي للتوجه الأدبي، مثلا الناس ديال الأولى بكالوريا، كتفهم في الفيزيك مزيان دير سيونس فيزيك في البكالوريا، كتفهم في الاس في تي مزيان دير الاس في تي في البكالوريا. دونك التوجيه المدرسي والمهني كما كنقول لكم وكنصيحة، اعتمدوا على الميولات ديالكم وفين كترتاح باش تمشيو مزيان في الدراسة ديالكم وكذلك في المسيرة المهنية ان شاء الله في المستقبل. اذا هادشي اللي كان في هذا الفيديو، وشكرا لكم على المتابعة. كان معكم الاستاذ محمد البخاري في قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.